بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع www.blogspot.com. اليوم إن شاء الله درس جديد من دروس ديال الفيسبوك، وهو كيفاش أنك تبين كاع لي زادريس ديال لي زامي ديالك. الفيسبوك كيمنح واحد الخاصية ديال إخفاء الإيميل، يعني إلا خفيت أنا الإيميل ديالي ما يمكنش لي زامي ديالي يشوفوه. ولكن الطريقه ديال اليوم غادي نشوفو كيفاش تشوف الايميل ديال الاصدقاء واخا يكونوا مستخدمين هذه الخاصيه. اول حاجه خصنا نكري واحد الكونت لياهو. غنمشيو لياهو، غادي نكريو ان كونت، نديرو انسكريبسيون. هنا غادي نعمر لي زانفورماسيون ديالي، نعقل على هاد لادريس هادا ديال كوكي لأن هو لي غادي يختار، وغادي ندير اكسيب. طلعت هما لي زانفورماسيون ديال الكونت جديد، كندير كونتيني. وانا ها الكونت ديالي دابا تكريا ليا. الخطوة الثانية هي انني نربط ها الكونت هذا مع الكونت اللي عندي في فيسبوك. غنمشي لفيسبوك، غنكليك على هاد الفليش هدا، وغنختار باخامتر دي كونت، وغنمشي لادغيس الكترونيك، وغادي ندير موديفي، نسيليكسيوني هادو، كندير اجوتي اون اوتر ادريس، نكتب لادريس اللي كرييت هنايا. هنا كندير مود باس ديال فيسبوك، كندير اون ريجستري. فوالا دابا قالك ان ميساج ا ايتي انفواي لادريس ديالي. خصني نمشي لهداك لادريس اللي كرييت باش نلقى واحد الميساج صيفطو ليا الفيسبوك. غادي ندخل لهاد وغنمشي لابواط دو ريسيبسيون. فوالا ها الفيسبوك صيفط ليا هنا اون ادريس، كندخل ليها وكنكليكي على هاد اللين هذا اللي عاطينو ليا. فوالا دابا ربطت الكونت ديال ياهو مع الكونت ديال الفيسبوك. دابا غادي نمشي لياهو وغادي نكليكي على هاد كونتاكت، وغادي ندير امبورتي دي كونتاكت. هنا غادي نختار فيسبوك، عندي بزاف، عندي جيمايل او ويندوز لايف هوتمايل او لا اوتر، كنختار انا فيسبوك، كندير اوكي. هنا ها هو كيكوبي ليا لي دوني ديال فيسبوك. فوالا عندي انا 7 ديال لي كونتاكت في فيسبوك. غادي ندير فاليدي باش نشوف لي زادريس ايميل ديالو. فوالا ها هما لي زامي ديالي مع الفيسبوك ديالي. انا عندي فيسبوك خاوي، مفيش بزاف ديال لي زامي، عطاني غير 7. هنا الى بغيت نروشيرشي كنكتب السمية ديال لامي هنايا، وكيعطيني هنايا الفيسبوك ديالو. حتى هنا كنكونو سالينا الدرس ديال اليوم. يمكن لكم تزورونا في موقع www.blogspot.com او لا تزورونا في الصفحة ديال الفيسبوك facebook.com/www. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.